قدام، انا قبل ما اجي هوا وانا جاي قدام وادي دجله لقيت المطر كسر الاسفلت وعمل غسيل، انا صورته بالموبايل بتاعي في اكتوبر بقى. نشوف كده الفيديو ده، انا مصوره بالموبايل، نشوف كده يا استاذ محمد. خدوا بالكم ده قدام وادي دجله في اكتوبر قبل مول مصر، المطر فجاه. انا خفت ليه؟ لان انا فجاه لقيت الاسفلت زي ما يكون مقطوم، وواحد بيشاورني بيقول لي خليك في اليمين، فنزلت لقيت ده، لقيت المنظر ده. فالحقيقه ايه، انا عايز ابلغ النجده بالحكايه دي برضو على الهوا دلوقتي، فانا هتصل بالنجده نشوف بقى هيعملوا ايه. ارقام الطوارئ، استاذ محمد معايا؟ مرحبا بك في شرطه نجده الجيزه، برجاء العلم ان المكالمه يتم تسجيلها، للاستمرار بالمكالمه برجاء الضغط على رقم 1. استاذي الو، مرحبا بك في شرطه نجده الجيزه، واحد وانا عامل برجاء العلم ان المكالمه يتم تسجيلها، للاستمرار بالمكالمه برجاء الضغط على رقم 1. رقم 1. Are you still there? مرحبا بك في شرطة نجدة الجيزة، برجاء العلم أن المكالمة يتم تسجيلها، للاستمرار بالمكالمة برجاء الضغط على رقم 1. No comment. لكن لا يا مصر.